بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بكم مع فيديو جديد وموضوع جديد على قناتكم مصادر الحياة، والتي نتحدث إليكم في هذا الحديث ونوجه حديثنا بعنوان صرخة ألم من لكل الآباء الذين يعانون من جحود الأبناء. أقول لهم جميعا أيها الآباء، لا تحزنوا، فإننا في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف وفي هذا الزمان الذي لم يعد فيه إلا نكران الجميل، لأن الذين يقدمون الجميل لا يرجون من أحد جزاء، ولكن يعاملون الآخرين على أساس أن هذا فرض عليهم وواجب، ولكن يفاجأوا بأنه بدل من أن يقابلوا هذا الجميل وهذا التعب وهذه التضحية بنكران الجانب الآخر، بل والعيب فيه. ومن هنا نجد أن كثيرا من الآباء يعانون من هذه المأساة، فالأب منا يقوم على تربية أبنائه ويسعى ليوفر لهم لقمة العيش ويوفر لهم الحياة الكريمة بقدر ما يستطيع، لا يرجو من ذلك إلا الستر من الله، ولا يرجو من ذلك إلا التوفيق والنجاح لأبنائه، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا يريد منهم أي شيء سوى التوفيق لهم، وهو أجره على الله. ولكن قد يصدم الأب عندما يجد بعد سنين طويلة من التعب وحرمان نفسه من لذات الدنيا ومتعها ليوفر لأبنائه ما يريدون، يجد الجزاء كالآتي: انت عملتن ايه اللي انت عملته غير الأكل والشرب؟ ايه اللي انت عملتهن في المستقبل؟ وكأن الأب مطلوب منه كل شيء، لا أحد يعرف ظروف أبيه، هل هو غني أم فقير، قادر على جلب المال أم لا، من أين يأتي بالمال لا يهمه، ينظر إلى آباء الآخرين ولا ينظر إلى حال أبيه. وقد يصدم الأب ويصاب بما لم تحمد عقباه، ونحمد الله أننا قد أصبنا ونجانا الله. ولكن يا كل أب تمر بهذه الظروف، لا تحزن واعلم أن ما حدث لك هو جرس إنذار من الله تعالى لك، ليقول لك: لا تحزن، فإن من تقدم من أجلهم العطاء لا يستحقون، فلا تحزن وأفق إلى نفسك
وخد بالك من صحتك، لأن الذين أمامك قد أعطوك إنذار أنهم لا يستحقون. فاسعى أن تكون لنفسك ولصحتك أولا، ولا تعي لهم شيئا. كن بقدر استطاعتك، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، واعلم أن من كان جزاؤه كذلك من أبنائه فلا خير فيهم. اعلم أنه لا خير فيهم، فلا تلقي لهم بالا، ولكن كن معهم مؤدي رسالتك إلى النهاية، واضعا في اعتبارك، ومتمنيا من الله تعالى ألا تحتاج إليهم، وكن دائما مع الله. إنني أوجه كلامي اليوم بعد تجربة مريرة، أحمد الله تعالى أني قد مررت بها وتيقظت وأنقذت نفسي بفضل الله تعالى، فهي إنذار لي ولك أيها الأب الذي تعاني من جحود الآباء من الأبناء ومن جحود زوجتك. لا تحزن، وسوف يأتي اليوم الذين يرون فضلك ويعرفون قدرك، فوالله لن يضيع الله أجرك ولن يعافيهم، بل سوف يعاقبهم. سوف تمر عليهم الأيام لتعلمهم قيمتك أيها الأب، وتعلمهم فضلك، وسوف يلاقون ويعانون ويذلون في الدنيا حتى يعلموا أن فضل الأب مهما كان فقيرا أو غنيا، ومهما كان قادرا أو غير قادر، فضل كبير. إن جحود الأبناء اليوم للآباء لم يكن في زمن من الزمان، ولن يكون في زمن من الزمان. فاصبر، فاصبر أيها الأب، ولا تحزن، واعلم تمام العلم أن الله مع الصابرين. إنني اليوم أوجه كلمة إلى كل أب، وأقول له: لا تحزن، فالخير والسعي والجد الذي بذلت لن يضيعك الله، فهو جزاءك عنده ليس عند أبنائك. ضع هذا أمامك، واعلم أن الله لن يضيعك، واعلم أن كم من الأبناء ضيعوا آباءهم وتركوهم في الشوارع والطرقات، ثم قيض الله لهم من غير أبنائهم من يرعاهم في كبر سنهم ولم يتركهم، فالله غالب على أمره. انظر حولك وتمعن في من حولك من حالات كثيرة كثيرة، فلا تحزن على ابن من صلبك، فربما يقيض الله لك في كبر سنك ابنا أو بنتا ليست من صلبك، تقوم على رعايتك وتعينك على حوائج الدنيا في آخر أيامك. وفي نهاية القول أقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فكن مع الله ولا تحزن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودائما ودائما قل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فالتوكل على الله، وحسابنا على الله، ومرجعنا إلى الله، والدنيا كلها جمعت في نصف آية من آيات كتاب الله، وهي: إنا لله في الدنيا وإنا إليه راجعون في الآخرة. ولا تنسوا دائما
أن تشتركوا في قناتنا حتى يصلك جديد فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.